فازت وزارة الصحة بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية 2017. يأتي اختيار وزارة الصحة كإحدى المؤسسات المقدمة لخدمات حكومية مميزة لنيل جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية 2017 بعد تقدمها بالمسابقة لخدمة النظام الصحي المتكامل بالرعاية الصحية الأولية المراكز الصحية. بهذه المناسبة أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المتواصل والتشجيع للقطاع الصحي بشكل عام ولوزارة الصحة بشكل خاص، والذي تتلقاه الوزارة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. للمزيد حول الموضوع معنا من القاهرة الدكتورة منال العلوي رئيسة الفريق الكلينيكي لتطبيق الملف الإلكتروني في وزارة الصحة. مساء الخير دكتورة، وبداية نبارك لكم طبعا بهذا الفوز بجائزة التميز. دكتورة، نتعرف على أهم المعايير التي تم من خلالها اختيار وزارة الصحة للفوز بهذه الجائزة. نعم، مساء الخير، وطبعا في بداية أشكركم على الاتصال، وطبعا بمناسبة الحصول على جائزة الإنجازات الحكومية العربية التي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية. نعم. نهنئ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقت وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين بهذه الجائزة. كما نهنئ نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. أتقدم بالتهنئة والشكر لرئيس مجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وكيل وزارة الصحة لتوجيهاتهم ودعمهم متابعتهم المستمر لتطبيق البرنامج. طبعا هذه الجائزة تم الحصول عليها وتعتبر من جوائز التميز، لأنها طبعا تعتبر من وصلت بالبحرين إلى المستوى عالي من الخدمات الصحية. نعم. ترقى لمصاف الدول المتقدمة، وطبعا يعتبر هذا المشروع مميز في المنطقة وتطمح الكثير من الدول ووزارات الصحة للوصول إليه، وهو ربط جميع المراكز الصحية مع بعضها. بالنسبة طبعا إلى الجائزة، هي عبارة عن إنشاء ملف إلكتروني، وهذا طبعا ملف إلكتروني متكامل لكل مريض في المملكة، ويكون هذا الملف موجود في نفس الوقت في كل المراكز ممكن الاطلاع عليه، وكذلك من مجمع السلمانية الطبي اللي هو المركز السلمانية الموجود عندنا في أكبر مستشفيات في البحرين. نعم دكتورة منال، ماذا تمثل لكم هذه الجائزة خاصة لتطوير هذه الخدمات مستقبلا؟ نعم طبعا هذه الجائزة تمثل للبحرين فوز كبير، وتمثل إلينا طبعا تشجيع إلى أن نواصل في هذا التوجه. طبعا بالنسبة إلى وجود هذه الجائزة، ترقى لبنا كمملكة البحرين إلى مصاف عالية طبعا مع الدول المتقدمة. بالنسبة إلى هذه الجائزة، طبعا تمثلت لأنها يعني أوجدت جميع الملفات الإلكترونية للمريض الواحد في ملف واحد متكامل يحتوي على تسجيل المواعيد، على الأشعة، المختبر. نعم. الأدوية، التمريض، التطعيمات وغيرها، وعن طريقها نقدر نبتدئ بمشاريع أخرى منطلقة من هذا المشروع، كما حدث مؤخرا من وجود اللي هو الكول سنتر والإلكترونيك سيرفيس، وهو حجز المواعيد عن طريق الكول سنتر وحجز المواعيد عن طريق الانترنت. نعم. وهناك طبعا ممكن تكون عندنا الكثير من المشاريع مرتبطة بهذا المشروع في المستقبل. نعم دكتورة منال العلوي رئيسة الفريق الكلينيكي لتطبيق الملف الإلكتروني في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.